ضيفتنا ادخلت مجال الطبخ وتعمقت فيه وزاد حبها في هذا المجال إلى أن أصبحت يعني متخصصة في مجال المخابز، وبدعم من أهلها افتتحت لها أول مخبز في عام 2008. حبها في هذا المجال زادها شغف، ف يعني راحت وكتبت بعض المدونات والمقالات في إدارة الأعمال. كل منا أكيد يتعثر في بداية حياته ويخطئ ويتعلم من أخطائه. حاشتها وعكة صحية فاضطرت أنها تتعالج بالأدوية التقليدية، ولكن ذهبت إلى الأدوية الطبيعية. عندها مدونة I love Kormaz، راح نتكلم في هذا اللقاء عن هذه المدونة أكثر. رحبوا معي بضيفتنا أروى فؤاد التركيت. يا هلا مرحبا فيك أروى. أهلا فيك، مشكورة. حياك الله أروى ونورتنا. ولكن سؤال كذي قبل ما نبلش في أسئلتنا الأساسية للموضوع، الخبز اللي تحبينه يقولون صح؟ احنا هو الخبز، فهو يعني بيكنج الخبز، مو الخبز نفسه معين، هو يعني مثل خلينا نقول الحلويات اجمالا. حلو يعني. ممتاز. يعني نبي نعرف اكثر عن شغلك وشون قاعد تقدمين عشان نوضح حق المشاهدين. اوكي، هو بالاساس فتحت مخبز اول شيء. أوكي. ومن كم سنه فتحنا المطعم ومخبز بنفس الوقت. ممتاز. اللي هو بمروج. اللي يعني خلاني اوصل حق المدونه او ان عن طريق المدونه اشارك الوصفات اللي انا اسويها هو سناب شات. لما مسكت انا سناب شات او بدات هبه سناب شات، غير عن مثلا السوشيال ميديا الثانيه مثلا انستغرام ولا فيسبوك اللي هو لازم شوي يكون شخصي. فلما بديت انا امسكه صرت اشارك المتابعين او اللي هم زبايننا يعني الوصفات اللي اسويها بالبيت، واغلب الوقت الوصفات اللي اسويها بالبيت صحيه، يعني الواحد يحاول يسوي يعني توازن فبالبيت ياكل صحي اكثر. ووايد احب انه مثلا اخذ الوصفات التقليديه خلينا نقول خصوصا الحلويات واقلبها واسويها صحيه. فمثلا بدل ما استخدم شكر استخدم تمر، بدل ما استخدم طحين استخدم مثلا لوز مطحون، يعني بهالطريقه. ووايد احب اسوي هم وصفات تكون مثلا خاليه من الالبان، وايد ناس عندهم حساسيه من الالبان او مثلا نباتيين فما يكون فيها بيض، يعني بهالطريقه يكون مناسب للجميع يعني كل الادوار. اي وايد ناس مثلا يتابعون يا هم نباتيين، يا مثلا وحده تكون ولدها مثلا عنده حساسيه من الحليب او البيض، او حتى يعني اذا هم مثلا قاعد يحافظون على وزنهم يعني كذي. فمنها صارت لما على حط الوصفه على سناب شات بعدين تروح، فصار في متابعين يبون الوصفات زي شلون نقدر نحصل وصفات كذي، فقلت احسن طريقه المدونه. حلو بصراحه شيء جميل. أروى لو بنتكلم عن دخولك في هذا المجال، شنو سبب اختيارك هذا المجال وحبك فيه؟ والله شوفي، هي بدات لان كنت انا ابي اكله بنفسي، يعني كنت اسوي الحلويات وكذي، يعني لان كنت انا احب اكلها. مثلا كنت يعني دارسه برا ولما رجعت الكويت كانت الاشياء اللي انا مثلا تعودت اكلها ما احصلها فصارت كذي. بعدين مع الوقت صارت يعني هوايه مثلا يعني تاخذ وايد من وقتي، يعني وايد مستمتعه فيها بالويكند. كنت مثلا بالزواره كنت اذا سويت نوعين حلو، شنو يعني نوعين حلو يعني؟ تعودتهم من ثلاث اربع حتى. وبعدين واحنا ما شاء الله نحب نشوف الطاوله متروسه من الحلويات. اي بالضبط بالضبط. بعدين بس مع الوقت صارت انه يلا، يعني اهلي قالوا لنا احنا معاك. انت وصلت عند النقطه اللي انا بقول لك اياها، يعني عاده اي انسان ناجح في حياته في اي مجال معين يا انه يكون كافح بروحه بنفسه وصل لنقطه النجاح او يكون في احد ساعده. فاليوم انت أروى، منو اللي وقف معك ساعدك عشان توصلين لهذا النجاح؟ هم اخواني وامي الوالده، ويعني هم اللي قالوا لي يلا احنا معاك وما قصروا صراحه. الله يحفظهم يا رب. اكيد الحين قاعد يتابعونك، تحيه لهم. حلو. زين لو بنتكلم عن اصرارك، يعني اكيد كل انسان في بدايه حياته يتعرض لخيبات امل مثلا عقبات بعدين يتسهل الطريق بالبدايه. لو بنتكلم عن اصرارك في يعني خوض هذا المجال وبقوه. صراحه دائما انا شنو اقول يعني اخاف اتحسف اني ما حاولت اكثر من اني اخاف من الفشل. فيمكن هذا الشيء كان وايد يساعدني اني اكمل. وبعدين ترى ما توصل مرحله انك يعني ما يصير في عواقب، ماكو يعني. كان زين انا كنت على امل ان راح اوصل حق هالمرحله، بس عين تكتشفين انه يتغير. صحيح. عرفت شلون؟ يعني اول شيء مثلا المشاكل تكون غير، بعدين عقب ما تخطينها تي مشاكل جديده. فبالعكس لما اكتشفت انه خلاص هي دائما راح يكون في مشاكل تصير اسهل انك تحلينها.
تعرفين شلون تتعاملين معها، ولابد من اي نجاح في الحياه، ما في الواحد قاعد من النوم على طول صار ناجح، لان يمكن قلناها في اكثر من حلقه ونكررها اليوم، الناجح اللي تعب على نفسه وحاشته بعض العواقب ومضبات في حياته عشان يوصل للنجاح، اكيد ليتي وقلتي له كرر هذا النجاح يقدر يكرر، لانه عارف شنو راح يواجه. ولكن اللي فجاه صار ناجح بيوم وليله تقولي له كرر نجاحك، ما راح يقدر. ولكن اليوم كأروى شنو يمكن اكثر العواقب او العوائق اللي حاشتك في هذا المجال اللي تعبتي يعني منها بس تخطيتيها باصرارك؟ والله شوف، يعني مثل اول كم سنه انه يصير عندي الموظفين اللي انا ممكن اتكل عليهم. حلو. يعني الحمد لله مع انه في عندي موظفين الحين صار لنا 10 سنين معاي من يوم من اول يوم للحين معانا الحمد لله. الحمد لله. بس انه يعني يصير عندي خلينا نقول الفريق اللي مثلا يعني معاهم خلاص كل شيء ماشي، الباقي اذا طلعوا أو تغيروا عادي. حلو حلو الحمد لله. زين اروى، اذا بنتكلم عن بدايتك، يعني في بداياتك شنو الشيء اللي انت بلشتي فيه وقام يكبر وحسيتي ان لا هني انا قاعده انجز لازم اكمل، في ردود يعني حلوه؟ هو شوفه يعني مثلا اذا هي من ناحيه البزنس نفسه، إيه هي بالاخير يعني المبيعات، يعني إيه؟ هي المبيعات هي اللي تبين لك يعني تكملين ولا ما تكملين، وردود فعل الزباين. فشنو بلشتي فيه في البدايه المبيعات؟ فهذه احنا لما بلشنا كان بس محل حلويات، والحين طورنا يعني حلو. فتحنا صار مطعم ثل، يعني المنيو كامل، يعني ريوق غدا كل شيء، ريوق غدا وهالسوالف. هذا اللي انا ابي اوصل له. شوفي انا من الناس اللي احب الاكل واعشقه، يمكن اصوم عنه ولكن ارجع ادمن عليه. يعني كلمنا عن هوايتك اكثر في هذا الطباخ، شنو اكثر تحبين تسوين؟ هل انت اكثر صوب السويت، صوب المشابيس، صوب الريوق؟ شنو اكثر شيء تحبينه؟ كلش مو صوب المشابيس، كلش. مع اني انا مو نباتيه، بس معظم الاكل اللي احب اسويه وهم اللي احطه بالمدونه يكون نباتي. حلو. واكلي نباتي معظم الوقت. ممتاز. والحلويات. حلو. يعني واغلب يعني بالفتره الاخيره وايد احب اني اركز على الحلويات اللي حلو. ممكن تقولون انها صحيه. ممتاز. المشكله انه هو مو كل من يعني يتفق على شنو ينعد صحي. حلو. كل واحد عنده راي غير شنو ينعد صحي. يعني البعض يتساءل يقول انت يمكن عندك يعني هوايه الاكل وتطبخين وتسوين هذه الامور، شلون تقدرين فعلا ان تقنعين الناس الصحيين او الرياضيين انهم ياكلون من اكلك فعلا انت عارفه شنو تقدمين لهم اللي هم يحتاجونه؟ يعني وين تبين الوصفات؟ هل مثلا تدشين بعض الدورات بحيث ان تقدمين لهم هذه الاكلات؟ داشه دورات بس للاسف مو كفايه، يعني ودي ادش اكثر. بس هو اقرا وايد، عندي كتب يعني مو معقول اصلا ما لحق يعني اقرا الكتب اللي عندي. يوتيوب، في دورات اونلاين. حلو. الحين مثلا داشه دوره اونلاين فاتعلم منها، ومرات الواحد يعني مهما يعرف دائما في شيء جديد الواحد يكون ممار عليه. حلو. ومرات هم انا لازم انا مرات انسى ان في متابعين يكونوا مبتدئين، فمرات اكون مثلا قاعد اتكلم عن شيء وانسى ان لا في ناس مثلا خلينا نقول حليب اللوز. اسفه، حليب اللوز. يعني انا بالنسبه لي انه حليب اللوز وبس سويه وخلاص، ما داعي اشرح. لا في ناس بالنسبه لهم للحين انه شيء جديد، انه شلون يعني تسوين حليب اللوز صحيح. بالبيت شنو تحتاجين وشلون تنقعينه وشلون تحطينه بالخلاط؟ عرفتي يعني في اشياء بسيطه للحين لازم اتذكر انه في ناس مبتدئين هذا ما الشيء عندها جديد بالنسبه لهم. هذه اكيد. يمكن اليوم حلو ان اروى وصلت لمرحله النجاح، ولكن قاعد تثقف نفسها اكثر في هوايتها بحيث انها تطور نفسها اكثر واكثر. يعني حبك وشغفك للمأكولات خلاك تبين تثقفين اكثر وتعرفين انت قاعده تتعاملين مع شنو. والحمد لله مع المدونه ومع سناب شات يعني انا استفيد وافيد غيري، لان اشاركه المعلومات اللي انا قاعده اتعلمها. حلو. على طاري المدونه اسمها كرومز، شنو سبب اختيارك لهالاسم وشنو المقصود فيه؟ هو المطعم اسمه كرومز، فاحنا كل السوشيال ميديا عندنا اي لاف كرومز، يعني انستغرام اي لاف كرومز، ومثلا تويتر اي لاف كرومز، وسناب شات نفس الشيء. بس لمينا حق المدونه بس خلاص نفس الاسم كملنا. حلو. من شوي يمكن تكلمنا عن بعض الدورات الاونلاين او اللي ممكن انت قاعد تستفيدين منهم من خلال التخفين نفسك، هل ممكن يوم من الايام نشوف اروى تعطي هذه الدورات؟ والله اي ممكن. يعني احنا بلشنا بيوتيوب، سويت العام برمضان حلقه كل يوم. حلو. ما اعيدها صراحه يعني كان سهل ان يعني تصوير كل يوم وحلقه كل يوم.
بس كان جزء منها انه يعني الواحد يتعلم بالاخير يعني صحيح. يوتيوب تدخل لما تشوف الوصفه على يوتيوب تشوف احد يسويها قدامك. بس كان شيء جديد بالنسبه لي، ودي انه مثلا يعني خلينا نقول رمضان الجاي اقلل عدد الحلقات خلينا نقول، حلو، بس اشرح فيها اكثر، عرفت شلون؟ يعني كنت انا لاني قاعد اسوي 30 حلقه مع التصوير وكذي، يعني كنت تعرفون بعد اكثر، كنت مضطره اني اخليهم اكثر واقلل حتى وقت التصوير نفسه اكيد. بس ودي انه مثلا لا يكون فيها شرح اكثر، فيه تفاصيل اكثر يعني. حلو، ممتاز. اكيد اروى احنا مستمرين معك وبنتكلم عن المدونه اكثر واكثر، ان شاء الله. ولكن خلينا نشوف هذا الفيديو وبعد ونرجع لكم. مكملين حوارنا اكيد مع ضيفتنا اروى وحبها للاكل بطريقه صحيه وذكيه، شلون تقدر تخدم كل فئات المجتمع. مستمتعين معاك اروى، ولكن يعني شفنا في بدايه اللقاء معاك في الفقره اللي طافت، في بدايه الفقره فيديو للاطفال موجودين عندك وقاعد تقدم لهم بعض النشاط، خلينا نتكلم عن هذا النشاط اكثر. احنا اجمالا المطعم جو عائلي، ففي فتره بلشنا سوينا نشاط هو تلوين على الكيك. حلو. وما شاء الله بسرعة يعني الناس أقبلوا عليه، وبدينا حتى نسوي أعياد الميلاد. حلو. وبعدين العام وهس العام لا احنا اوريدي صرنا 2018، ب 2016 2017 سوينا مسابقات. وما شاء الله اللي شاركوا بالمسابقات ابهرونا انزين ب يعني بالفن مالهم. اروى شكل شيء مو مزعوب ان احنا 2018. اي كلش. حلو اروى، يعني بما ان النشاط مثل ما قلتي كذي كانت ردود الفعل وايد حلوه، في طلب من مثلا من عند الامهات ان انتم في اعياد الميلاد مثلا او الايفنتات ان بحيث ان تسوي لهم نشاط في البيت او لازم بالمطعم؟ لا لا احنا ممكن نروح عندهم بالبيت. حلو. او عندنا بالمطعم. حلو ممتاز. يعني اكتيفيتي تقدر تسوينها في اي بيت في اي مناسبه او ما حابين. وشفتي لي اهال يعني حتى بالمدارس يعني رايحين مدارس. حلو. المدارس تي عندنا تجاوبهم في تزيين الكيك والتلوين شيء وايد حلو. وايد يستانسون عليه. وحلو انهم يتعلمون يعني يثقفون في جانب الاكل اكيد، يعني بنتكلم الحين شويه في جانب شويه قريب يم هذا الموضوع، ما انت مهتمه في الصحه وقدرتي شلون تخدمين كل فئات المجتمع باكل صحي من خلال هوايتك في الطبخ اكيد. كلمنا عن الصحه واهتمامك في هذا الجانب. انا كاتبه بمدونه ان شلون في مريت بمرحله كان الطب التقليدي ما ساعدني. إيه؟ فلما التجأت اني اغير نظام اكلي وايد ساعدني، والحمد لله يعني تخطيت هذه المشكله اللي كنت قاعده اواجهها. ف ما اقدر اقول لكم غير طريقه اكلي مره واحده زين، بس صرت يعني مثلا احب اقرب الموضوع اكثر، واحب اني يعني لما خلينا نقول مثلا اوكي مثل ما قلت لكم ان انا عندي مثلا كتب طبخ وايد، بس وايد عندي مثلا كتب اللي كتبك خاصه فيش انت مالفتها ولا لا 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 انت تقرينها؟ اي انا اقراها. ف يعني يمكن عقب كتب الطبخ الكتب اللي عن الصحه ويندمجون مع بعض بالاخير، يعني انت ما تقدر تفصل هذا عن هذا اكيد صراحه. ف حتى بالمدونه يعني مثلا مرات حتى يعني هو السناب شات والمدونه وايد متصلين ببعض، فمرات انا مثلا اسوي تجارب على نفسي، اتبع مثلا نظام غذائي معين، يعني خلينا نقول تبعت نظام غذائي نباتي وني ماكو ولا شيء مطبوخ. إيه؟ لمدة شهر، وبعدين على المدونة أكتب، وهم على سناب شات أكون قاعدة أشارك أنا شنو تجربتي، شنو تعلمت، شنو استفدت، وكل مرة مثلا أسوي واحدة من هذه التجارب أستفيد منها شيء. يعني مثلا لما سويت هذه التجربة مع الأكل النباتي الني اكتشفت أني أنا مع أني أحب الخضرة وأكل سلطة، بس لا ما كنت قاعدة أكل كفاية. عرفت شلون؟ وأن شلون مهم الواحد تكون واحدة من الوجبات، على الأقل واحدة من الوجبات باليوم يكون ما في شيء مطبوخ. اكيد. زين مو كله دائما اكل مطبوخ مطبوخ، يعني انه بروتين يعني بس نباتي يكون الاكل. هذا اللي انا سويته كان نباتي، في اكل ني مو نباتي بس يعني يعني هل انت الحين اكلك نباتي كله ولا بين فتره وفتره تحولين؟ بس يعني هي اخذت مثل العلاج كورس نباتي صح؟ لا انا مرات امر اسوي مثلا تجارب خلينا نقول، يعني ما قلت علاج وقتها ما ينعد علاج، بس اسوي مثل تجربه خل اجرب مثلا لو اكل نباتي مثلا شهر كامل، لو اكل نباتي وخالي من الجلوتين شهر كامل شنو احس غير، عرفت شلون؟ مثلا ينزل وزني، بشرتي، يعني عرفت شلون؟ تجاربك تكتبين. اي واحب ان فاشارك المتابعين وبنفس الوقت اكتب عنها بالمدونه. حلو. فعلا ذكرتيني بنفس التجربه توني قريتها بخبر ان شخص مصاب بمرض السرطان. صح. وفعلا اتبع
النباتي انه في فتره معينه وشفه من المرض. فعلا ان الاكل نفس ما قلتي ممكن انه ياثر بالصحه والطريقه، فحلو ان انت تسوين تجارب وتنقلين تجاربك لهذه الناس. لو بنتكلم عروه يعني عن مثلا نجاحاتك واعمالك اللي انت تقدمينها دائما تربطينها في ابنائك، صح، خلينا نقول، فشنو سبب هذا الشيء؟ هو شيء طبيعي، يعني احس ان اخليهم يشاركوني وبعدين يتعلمون. هي مثلا بعد انا بعد عندي في 7 سنين بين بناتي الاثنين، فكان عندي وايد وقت اني اركز مثلا على الاولى قبل لا تجي الثانيه. لما جت الثانيه صارت الاولى خلاص لا مو مهتمه وايد، فصار تركيزي مثلا على نوره الثانيه. فمثلا وايد على سناب شات، مع ان هي تصير بالصدفه، يعني مرات يكون ما لهم خلق وما يبون، يعني مو اللي مثلا لازم يكونون معاي ولا لازم احطهم، بس اذا هي معاي بالمطبخ خلاص يلا سوي معاي وتقعد تخلط وتسوي كذي، ومنها تبدي يعني تتعلم يعني صح. اذا هي مثلا لما كانت اصغر تعرف المصطلحات، تعرف الكلمات، اكيد عرفت شلون يعني. بس وناس يشاركون معاي، أكيد. وهم يعني لما يجون المطعم نفس الشيء، يعني عارفين عارفين السيستم. يعني اليوم لما نشوف اشخاص اروى ناجحين في اي مجال هم يحبونه بشكل عام وعندهم هذه الثقافه اللي مثل يعني حضرتك تملكينها في جانب الصحه او الهوايه في الطبخ، اكيد هل ممكن نشوف خلال السنوات القادمه والفتره القادمه كتاب خاص في اروى من الطبخ والصحه كمعلومات تفيدين فيها المجتمع اللي انت اكتسبتيها؟ شوف يعني ما اقدر اقول لك لا، لان انا كلش ما كان في بالي ابدي مدونه، كلش 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 ولا كانت خاطره على بالي. يعني تعتبر مثل الكتاب مدونة موجودة وردي، حتى الكتاب يكون موجود ولكن ينتشر أيضا أكثر. ممكن أبلش إيبوك، اللي يصير يعني واحد يسوي له داونلود. حلو. ممكن أبلش بإيبوك ومن بعد الحين في أبليكيشن جديد ما أذكر اسمه الأمانة، حق الأشخاص اللي هم ما يقدرون يقرون اللي ما يشوفون، وفروا لهم خدمة وايد حلوة. أي كتاب موجود يأخذونه يترجمونه بصوت الكاتب نفسه أو صوت أحد معين ويسمعونه. اوكي، يمكن اودبل. الامانه ما اتذكر اسمه بس تو يعني صار له تقريبا يمكن شهر. حلو ما شاء الله وايد. اروى توك ذكرتي ان قلتي ان المدونه كانت معي عن طريق الصدفه، يعني ان انت اذا اخطيتي خطوه تتبطل معك اكثر من خطوه وما تدرين شنو بالمستقبل راح يجي. لو بنسالك عن اهدافك، في اهداف يعني انت ما شاء الله حققتي اكبر جزء من اهدافك، لو نقول شنو طموحاتك في سنه 2018 او اهداف معينة حطتها في بالك؟ والله احنا الحين اللي قاعدين نشتغل عليه مطعم نباتي. نباتي 100% نباتي، لان في خيارات كثيرة بكرمز نباتية، بس راح يكون في مطعم ان شاء الله بس نباتي. ان شاء الله. يعني عندنا بالكويت نباتيين وايد، في وايد اشخاص، وايد في يزيدون. يعني في ضيفة من ضيفاتنا في الاستديو كانت نباتية، كانت قاعدة تتكلم بشكل عام عن هذا الموضوع، شلون غير من حياتها السيستم، يعني مثل ما قلتي البشرة، تفاصيل شخصية بينها وبين نفسها. الأمانة وايد استفادت من هذا الموضوع، وفي ناس مستمتعة الأمانة وحابة الأكل النباتي. ولكن يعني بتطرق لموضوع شوي، ما نتونا في 2018 مبلشين سنة جديدة، أكيد هل أنت من الأشخاص اللي في كل سنة جديدة تحطي لك أهداف وتكتبينها؟ شنو طريقتك؟ اصلا كم هذا الشيء كاتب عنه بالمدونه. هو صدق الصدق في كورس هم كنت صار لي كل سنه اخذه، هو واحد اسمه مايكل هايت. حلو. عنده كورس اسمه بيست يير ايفر، واتبع الكورس ماله. هو طريقته وايد حلوه. اول شيء تشوف السنه اللي فاتت، تطالع السنه اللي فاتت انت شنو اللي مريت فيه، شنو اللي تعلمت منه. ومن بعدها لما تحط اهدافك حق السنه اللي الجايه، ما تحطها مثلا بس حق الصحه، والعاده الواحد مثلا يركز على مثلا اهدافه من الناحيه الصحيه ومن خلينا نقول من ناحيه العمل، وبعدين ايش انسى الاشياء الثانيه. هو لا، مثلا يعلم الواحد انه لا، لازم تشوف حياتك ككل، ما تخلي شيء ومثلا تركز على شيء وتخلي شيء ثاني. أكيد. يعني تركز على شغلك وتنسى صحتك، زين بس هذا يأثر على هذا طبعا، زين، او تأثر على شغلك وتنسى اهلك، عرفت شلون، او تنسى هواياتك. كل شيء له نسبة معينة في الحياة نعطيه، بحيث نقدر احنا نخلي كل شخص يكون هو يؤدي طريقة حياته من غير ما انه يضر صحته او يضر نفسه او يضر احبابه واشخاصه اللي حوالينا. كل الشكر لك اروى، تركيت على وجهك معنا وجدا استمتعنا، وان شاء الله لنا لقاءات معك ثانية اكيد في برنامج رايكم شباب، ونشوف نجاحات شبابنا وبناتنا في ديرتنا، اكيد مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن فاصل صغير وردين.